نطلب من الأجهزة الأمنية بشكل كتير سريع، أولا تعمل مسح شامل على كل أماكن السوريين المتواجدين داخل المدينة للتأكد من عدم وجود أسلحة بيناتهم. اثنين، كل السوريين المتواجدين داخل بشرق وليس عندهم أوراق ثبوتية أو معهم بطاقة لاجئ عليهم تارك شري فورا. النقطة الثالثة، نتمنى من الأجهزة القضائية التسريع بكشف الحقيقة اللي صايرة والجريمة وملامساتها وإنزال أشد العقوبات بالمجرم.